طب انتوا هنا بتساعدوهم بقى ازاي؟ يعني على الشكل العام، يعني بتختاروا لهم البواريك مثلا المناسبه ليهم، ولا هي بتحب تختار الحاجه المناسبه ليها والشكل العام؟ هي انا ما اقدرش اوزع بواريك، احنا بنوزع المنتجات بتاعه العنايه بالبشره والمكياج داخل الورشه عشان تشتغل عليها وتبقى مقدمه كهديه من الشركات. تمام. البواريك ما بتقدرش توزعها لانه كل شكل يختلف عن التاني. كل لون شعر يختلف عن التاني، قصير طويل. في ستات بتختار ان هي تقص شعرها قبل ما تبتدي العلاج، في ستات تقول لك لا انا عايزه اشوفه بيقع واحده واحده. فالحاله النفسيه بتاثر، في ناس يعني الكل بينصحهم انه لا قصوا الشعر عشان ما تشوفوهوش عمال يقع. فبنقول لها ازاي تختاري باروكتك المناسبه. تمام. ازاي نوع الشعر الطبيعي ملمسه وشكله عن نور الصناعي. فازاي هتنظفيه، ازاي هتغسليه، فبنعلمهم التفاصيل الصغيره دي. فقط مساعده في خلال ساعتين ازاي تقدر تبقى هي نفس الست اللي كانت قبل المرض. بس